الآن نحن أسبوع بعد العملية، واضح كان الأنف عريض، كان عندنا بروز، كان الأنف طويل، فواضح الفرق والسعادة. المريضة جدا مسرورة من النتيجة، ولاحظوا ما في أي توقمات على الإطلاق بعد أسبوع، مع أنه سوينا شغل على العظم، هو كان في عندنا البروز، كنا بنحت العظم، فنتيجة ممتازة الحمد لله، نتيجة رائعة. شو رأيك بالنتيجة؟ نشكر الله، كتير حلو يا دكتور، كتير كتير حلو، أنا ما كنت متوقعتها بصراحة، بس والله الثقة فيك عالية دكتور، كل اللي حكوا عنك كانوا صادقين، ما شاء الله عليك، يعني شيء كتير حلو، تغير شكلي كله، كأنه أنا صغرت، حاسة حالي صغرت بالعمر كتير. الحمد لله، أعطاك منظر جمالي وشبابي. جداً.